رحبوا معنا بال A B B جواد. شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا إخواني الأعزاء، شكرا في سي عمر على المداخلة الرائعة. السلام عليكم جميعا فرسان، عيد فطر مبارك، وأسأل الله لكم دائما كل خير وسعادة مع الفرسان ومع النيتورك ماركتينج ومع كيونت بإذن الله. دائما الهدف كل يوم هو عيد، الله يجعل إن شاء الله كل أيامكم عيد. نحن غير، نحن مو مثل كل البشر يلي ينطروا العيد من السنة للسنة، نحن بإذن الله معانا كل يوم عيد وحياتنا كلها عيد بإذن الله. بارك الله بهالجمع الطيب. بإذن الله يومين حيكونوا خياليين، يومين حتتغير حياة عشرات الآلاف من الأشخاص. الآن أظن الموجود معانا فوق 15 أو 20 ألف شخص، إذا حسبنا يلي عم يحضروا سوا أو يلي عم يعاد البث ما شاء الله، وما زال الطلب على الروابط من كل مكان. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك. قدر الإمكان الوقت ما كثير بيسع، رح أحاول أدخل بالموضوع مباشرة. اليوم أنت في النيتورك ماركتينج وبهذا البزنس، أكيد أنت دخلت لأجل أنك تحقق أحلامك، أكيد أنت موجود لأجل أنه تحصل على دخل أكبر، تحصل على مورد مادي أفضل، وبالتالي تغير حياتك للأفضل، وبالتالي تحقق أحلامك وصولاً إن شاء الله إلى الثراء. اليوم كل واحد فينا، إذا نحن الآن بنعمل تحليل بالمعطيات اللي صارت معنا بهالسنوات كلها، بالمناسبة ABP جواد علي ما يقارب 11 سنة بهذا البزنس، فبهاي الـ 11 سنة بعشرات الآلاف الفرق اللي تكونت عنا والناس اللي كانت معانا في البزنس وبالتجارب، توصلنا إلى شيء أساسي، إنه اليوم شو ممكن يكون العائق الأكبر تجاه نجاح الشخص، أو العائق الأكبر يلي ممكن يواجهه النيتوركر في عمله وفي مسعاه. اليوم دائماً مثل ما المقولة يلي تقول، الإنسان عدو ما يجهل، والإنسان بالوضع الطبيعي يقاوم التغيير، يقاوم الشيء الجديد. شو أكثر شيء يقاومه الشخص يلي نحن بدنا نتساعد إنه يتقبل هذا التغيير حتى يكون معنا برحلة النجاح هاي؟ اليوم بشكل أساسي الإنسان، معظم البشر في الكون في صنفين أساسيين من الأعمال، في العمل التقليدي وفي العمل التجاري. أكثر من 90% من البشر عقليتهم عقلية العمل التقليدي. فأنت اليوم وقت تجي تحاكي عن هذا البزنس أو وقت يكون معاك بهذا البزنس، الشيء الأساسي يلي لازم تستوعب شريكك فيه، أنه أنت مو مجرد أنك دخلته لعمل جديد، أو هو شخص ما كان يعرف في المبيعات الآن أنت بدك تعلمه مبيعات، أو هو شخص ما كان يعرف نيتورك ماركتينج الآن أنت بدك تعلمه نيتورك ماركتينج. الشيء الأساسي هو أنه لازم تنقله من العقلية التقليدية، عقلية الوظيفة، عقلية الأعمال التقليدية، إلى عقلية العفو. العفو لو سمحت، ترجمة بس مع من أحقه. تمام شوي أفضل. تمام إن شاء الله إن شاء الله. إلى عقلية الأعمال التجارية، هذا هو الشيء اللي راح يكون محور حديثي بهاي الدقائق. اليوم أنا كجواد، أيضا أنا نفسي كان عندي هذا الإشكال، كان عندي هذا الموضوع. أول ما انعرض علي هذا البزنس، أنا كان مخي متجه إلى أنه أنا سأكون مهندس معلوماتية، وأنا كنت خريج حديثا من كلية الهندسة المعلوماتية، فهذا الشيء اللي كان شاغل مخي إنه أتوظف وأشتغل بهذا المجال وأحصل على راتب. العقلية التقليدية، كم أنت ستعمل بحيث ستحصل في نهاية الشهر، هذا الشيء اللي مبرمجين عليه. فأول ما دعيت لهذا البزنس
وطبعا بسبب طريقة الشرح والبدايات اللي كانت خاطئة كنت أول شيء سلبي جدا على هذا البزنس، ما كان عندي تقبل لأني خلاص عقليتي مبرمجة ومتجهة إلى شيء أساسي. لكن بمساعدة الشركاء، بمساعدة يلي كانوا معاي، بلشت أفهم. انتبه، قبل ما أفهم شو معنات نيتورك ماركتينج وشو معنات إنه تسويق عبر شبكة الزبائن أو كيونت، فهمت شو معنات إنه أنا انتقلت من عمل وظيفي إلى عمل تجاري. بعد ما فهمت هذا الموضوع كان بالنسبة إلي القرار سريع جداً. من أول أيامي في البزنس اتخذت القرار إني أترك الهندسة المعلوماتية كلياً يلي هي كانت حلم حياتي، وأصبحت منذ أيامي الأولى للآن فول تايم نيتوركر، والحمد لله رب العالمين. الآن راح أشارككم بشيء بهذا الخصوص مرتبط بشكل أساسي. أنا راح استشهد من كتاب اسمه عمل القرن 21 للاقتصادي المشهور روبرت كيوساكي. كشي بسيط، روبرت كيوساكي يا جماعة هو من أشهر اقتصاديي العالم. روبرت كيوساكي اليوم كتبه يلي ألفها بيع منها أكثر من 32 مليون نسخة حول العالم، وهو الرقم القياسي الأعلى في الكتب الاقتصادية. ما في كتب اقتصادية بيع منها بهذا الحجم. فهذا معناته وقت يكون مؤلف كتب الاقتصادية هي الرقم واحد في العالم في مجال الاقتصاد، فهذا معناته إنه هو من أكبر اقتصادي العالم. هذا ناهيك إنه مثلا هو من القلائل يلي يعملوا مقابلات مع كبار الناس مثل دونالد ترامب، هو من الناس يلي عملوا مقابلات مع أوبرا وينفري، إنسان اقتصادي كبير. ليش أحب أستشهد فيه؟ لأنه روبرت كيوساكي ما له علاقة في النيتورك ماركتينج، هو لا مؤسس شركة نيتورك ولا شاغل في النيتورك ماركتينج. هو نتيجة رؤيته الاقتصادية أدرك إنه هذا هو عمل القرن 21. فالآن كل حديثي حيكون مأخوذ ومستشهد من أفكار هذا الاقتصادي وهذا الكتاب. فشو بيقول روبرت كيوساكي؟ تولى تدبير مسؤوليتك المالية، وإلا فلتستعد لتلقي الأوامر مدى الحياة. تحكم بالمال أو سيتحكم بك المال. يعني أنت اليوم إذا ظليت موظف وغيرك هو اللي عم يدير شؤونك المالية، فطول عمره المال هو اللي حيتحكم فيك، أنت ما حتدير مستقبلك. لذلك إذا أردت مستقبلاً رائعاً فعليه أن تصنعه بنفسك. ستتمكن من تولي مسؤولية مستقبلك فقط عندما تحكم السيطرة على مصدر دخلك. يعني أنت اليوم يستحيل تملك مستقبلك، يستحيل تملك حياتك إذا ما ملكت عملك التجاري الخاص، إذا ظليت موظف أو بعمل تقليدي. هاي قاعدة أساسية إذا أنت إنسان بدك تتحكم بمستقبلك وتغير حياتك في الأفضل. مستحيل الوظيفة تؤمن هذا الشيء. لذلك اليوم حياتك تعتمد على الفئة التي تنتمي لها. أنت إلى أي فئة تنتمي؟ بأي فئة من الأعمال؟ في أربع فئات للأعمال مصنفين ضمن قطاعين. قطاع بيعبر عنه روبرت كيوساكي بعقلية الفقير، وقطاع بيعبر عنه عقلية الغني. ملاحظة مهمة، مو المهم كمية الأموال التي تجنيها، لأنه أنت ممكن ترى الثروة ورثة كبيرة من أهلك، أنت ممكن تعمل لك هيك بصدفة معينة كمية كبيرة من المال، مو هذا المهم. الأهم هي الطريقة التي تحصل فيها على المال. هاي نقطة مهمة جدا. فشو هي؟ العفو أستاذ جمال، ترجمة بس إذا أبطأ لو سمحت ترجمة. طيب، لأنه الآن في سلايدات فحيكون الموضوع أسهل إن شاء الله. من الآن إن شاء الله الموضوع أفضل. طيب، شو هي أعمال عقلية الفقير؟ النمط الأول هو الوظيفة. شو هي الوظيفة؟ أنك تعمل لدى الآخرين، تمام؟
هيك يعني شغلة حلوة إنه الوظيفة بالإنجليزي يجنها job. job. job هي الوظيفة. فjob فيك تفهمها إنه هي الثلاث أحرف الأولى من هاي الجملة. just obey boss. تمام؟ فقط أطع القائد. أو فيك تفهمها أيضاً just over broke. يعني قليلاً فقط فوق الإفلاس. تمام؟ النمط الثاني من الأعمال هي الأعمال الصغيرة small businesses أو أصحاب المهن specialist. تمام؟ يعني إنك تفتح محل تبيع أشياء، إنك تكون طبيب، إنك تكون مهندس. الأعمال الصغيرة لا يعمل لدى الآخرين لكنه يعمل لدى نفسه، يستفيد فقط من وقته وجهده. اليوم هاي هي أعمال عقلية الفقير، مبدأها الأساسي قائمة على مفهوم استبدال الوقت والجهد بالمال. هذا هو مبدأ أعمال الفقراء. الآن عقلية الغني، شو هي نمطين الأعمال؟ أولاً البيج بزنس، الأعمال الكبيرة يلي هو مو بس يستثمر وقته، يستثمر وقته ووقت الآخرين وجهد الآخرين. يعمل الأعمال إذن بفرق العمل، يؤمن بمبدأ فرق العمل. تمام؟ وعندنا الاستثمارات يلي هو بيخلي المال هو يصنع المال. هاي هي عقلية الغني وهاي هي أعمال عقلية الغني. بأعمال عقلية الغني يوجد مبدأ أساسي يلي هو الليفرج، يلي يؤدي إلى مضاعفة الدخل. يعني مثلا أنت صاحب عمل كبير عندك 100 موظف، كل واحد يشتغل 10 ساعات في اليوم، فأنت كم الليفرج تبعك؟ 10 في 100، أنت عندك 1000 ساعة قوة إنتاج في اليوم. هاي الأعمال الكبيرة هي اللي فيها ليفرج، هي اللي فيها مضاعفة الدخل. طيب الآن النقطة المهمة، إذا أردت أن تصبح غنياً أنت لست بحاجة إلى وظيفة جديدة، أنت بحاجة لفئة جديدة. يجب أن تغير شخصيتك وطريقة تفكيرك. يعني أنت اليوم، أنا إذا جبت لك سيارة سباق فخمة بس أنت مربي خيول، كونه صار عندك سيارة سباق فخمة فهذا لا يعني أنه أنت رح تنجح فيها. أنت اليوم لازم تتعلم كيف تستعمل هالسيارة، لازم تتعلم كيف تقودها، لازم تتعلم مزاياها. فنفس الشيء أنت اليوم لازم تنتقل من عقلية العمل التقليدي إلى عقلية البزنس. النتوركر لا يفكر كم سأجني في الشهر. أنت اليوم وقت تدعي شخص للبزنس أول شيء تلاحظ بعقليته أنه طيب أنا هذا البزنس كم رح أحقق بالشهر. فلذلك أنت لازم تساعده بهاي المبادئ، يفهم شو يعني بزنس وهاي ليس وظيفة. قم ببناء الأصول واسعى للدخل المستمر. الأصل هو الشيء الذي يجلب لك المال، وهذا رح نتحدث عنه إن ساعة الوقت لاحقا إن شاء الله. طيب الآن اتفقنا على شيء، أنت لازم تشتغل بزنس، أنت لازم تشتغل مشاريع تجارية. طيب هون النقطة المهمة، شو مشكلة المشاريع التجارية؟ شو مشكلة البزنس؟ في 3 مشاكل أساسية، 3 تحديات هي اللي تخلي الناس صعب إنها تفتح بزنس أو ما تفكر في البزنس. أولاً الحاجة إلى رأس مال ضخم جداً حتى تفتح شيء اسمه أعمال كبيرة وليس أعمال صغيرة. لو سمحت الترجمة. طيب ترى. شوي شوي لو سمحت. لأنه المواضيع كثيرة والوقت ضيق. تمام تمام. طيب أولاً الحاجة إلى رأس مال ضخم جداً. تخيل يقول روبرت كيوساكي أنت اليوم حتى تفتح مشروع ضخم جداً تحتاج إلى رأس مال يقدر بحوالي 5 مليون دولار. تمام؟ فهاي تحدي المشروع الكبير. ثانياً الحاجة إلى الخبرات المسبقة، أنت لازم يكون عندك كثير من تجارب وخبرات حتى تنجح في البزنس تبعك. 3 وإن امتلكت أول عاملين يوجد شيء اسمه المخاطرة. الإحصائية تقول 86% من المشاريع تفشل. اليوم 86% من كل مين فتح مشاريع فشل. تمام؟ يبقى 14%. تخيل 80% من هال 14% نجاحها لا يستمر 5 سنوات.
يعني فقط 20% من ال 14% من اللي فتحوا مشاريع تجارية هم يلي نجحوا. ودام نجاحهم يعني تقريبا 3%، تمام؟ رغم ذلك كبار اقتصاديي العالم يقول لك افتح بزنس ولا تظل بوظيفة. طيب شو الحل بوجود هاي التحديات؟ هون تجي روعة النيتورك ماركتينج، هون يجي روعة هذا البزنس انه هو يصنف ضمن الاعمال الكبيرة ولا يحتاج الى رأس مال ضخم جدا ولا يحتاج الى خبرة مسبقة ولا توجد فيه اي مخاطرة على الاطلاق. فهنا نجي، راح احاول اختصر قدر الامكان. يقول لك روبرت كيوساكي، من اسباب تجعل النيتورك ماركتينج يؤمل مستقبلك وهو عمل القرن 21. السبب الاول تعلم إدارة الاعمال. اليوم النيتورك ماركتينج يعلمك كيف تكون في الفئة باء اللي هي فئة رجال الاعمال، تمام؟ يعني تنظيم مهامك، جدول اعمالك، سيد نفسك ولست منفذ لأوامر المدير، أنت تدير حياتك، أنت تدير أعمالك، تمام؟ وليس أنه جدولك ثابت. زائد المهارات الحياتية، خلينا قبل تطوير شخصية الفائز، المهارات الحياتية يعني التغلب على الفشل، الشك، الخوف من الرفض، التواصل مع الآخرين، مهارات البيع، كل هاي المهارات يلي يحتاجها الشخص حتى انه يكون برجال الاعمال، كل هاي تتعلمها في النيتورك ماركتينج. اثنين، النيتورك ماركتينج يطور فيك شخصيه الفائز. كل انسان في عنده شخصيتين، الفائز والخاسر، دائما عندك الحوار بين هاي الشخصيتين. الفائز لا يستسلم للاعذار. النيتورك ماركتينج يعلمك شلون دائما تطور شخصيه الفائز، شلون ما تكون مستسلم. الفائزون لا ينسحبون أبدا والمنسحبون لا يفوزون أبدا، هاي قاعدة أساسية، والنيتورك ماركتينج يغرس فيك هذا الشيء. ثلاثة، من الأسباب اللي تخلي النيتورك ماركتينج هو عمل القرن 21، الأصدقاء الذين يشاركونك أحلامك وقيمك. اتذكر هذا الشيء، قاعدة تقول دخلك يعادل متوسط دخل 5 من أصدقائك. يعني أنت شوف 5 أصدقاء حواليك، كم دخلهم؟ دخلك هو متوسط دخلهم. لذلك الفقير أصدقاء فقراء، الغني أصدقاء أغنياء. هون روعة النيتورك ماركتينج. النيتورك ماركتينج يوفر عالم جديد من الأصدقاء، أصدقاء يسيرون في الاتجاه نفسه، يشاركون معك نفس القيم الأساسية. الناس اللي حواليك هم يلي راح يصير مستواك من مستواهم. لذلك في مبدأ شبيه الشيء منجذب له، الطيور على أشكالها تقع، عاشر هالناس تصير مثلهم. النقطة الرابعة، قوة الشبكة، نقطة مهمة جدا. يقول لك اليوم روبرت كيوساكي إنه الأثرياء صاروا أثرياء من وراء بناء الشبكات. اليوم بيل غيتس صار ثري لأنه أوجد الشيء اللي ربط الحواسيب مع بعض، جيف بيزوس ومن وراء موضوع الأمازون. هاي روعة النيتورك ماركتينج. أنت ما فيك تنشأ أمازون، أنت ما فيك تنشأ مايكروسوفت، في البيئة الموجودة يلي تخليك تبني الشبكات، تمام؟ في تفاصيل أكثر ما راح أدخل لها الآن. خامسا، قابلية الاستنساخ. أنت اليوم العمل يلي يؤدي إلى الثراء هو العمل يلي سهل استنساخه، ما يحتاج إلى إبداعات. مفتاح النجاح في البيع العادي هو ما يمكنك أداؤه، أما مفتاح النجاح في النيتورك ماركتينج هو ما يمكنك استنساخه، تمام؟ سادساً، النيتورك ماركتينج يعلمك مهارات القيادة، التحدث للآخرين، لمس مشاعرهم، إلهام الآخرين للخروج من قوقعتهم والتغلب على مخاوفهم والسعي لتحقيق أحلامهم. يطور فيك شخصية القائد. شخصية القائد هو اللي يكون بيزنس مان، هو اللي يعمل الأرباح الكبيرة والنجاحات العملاقة. سابعاً، آلية جمع الثروة الحقيقية. النيتورك ماركتينج يساعدك على إدارة مالك وهو نفسه بحد ذاته عمل في إعادة استثمار. ثامناً وأخيراً،
الأحلام الكبيرة والقدرة على تحقيقها. النتورك ماركتينج هو العمل الوحيد في العالم يلي مو بس يقول لك امتلك أحلام، يلي يعطيك الطريقة للسعي لأحلامك. هذا كان الفارق معاي، هذا كان الشيء اللي اختلف بالنسبة إلي. أنا قبل النتورك ماركتينج كنت ناسي أحلامي، كنت مبتعد، وقد دخلت للنتورك ماركتينج استرجعت هاي الأحلام وأدركت أنه تحقيقها هو شيء رح يصير، هو شيء صار ممكن بعد ما كنت فاقد الأمل. دقيقتين ورح أختم بآخر شغلة وهي نقطة مهمة جداً. يتكلم روبرت كيوساكي عن شيء، أنت اليوم فهمت أوكي فوائد النتورك ماركتينج، طب شو هي الشركة الأفضل يلي أنت تشعر فيها بالأمان؟ كيف يكون اختيارك سليم؟ أولاً على ماذا يجب أن تركز شركة النتورك الناجحة؟ يقول لك روبرت كيوساكي، أنا كثير احتكيت بشركات نتورك ماركتينج، في الشركات يلي كانت تركز على خطة الدخل، أنه أنت رح تعمل كثير فلوس، تمام؟ يقول لك أوكي شيء حلو، بس مو هذا الأساس، لأنه مو المهم كم رح يكون دخلك في البداية، المهم طريقة الثراء، وفي فارق شاسع بين الاثنين لا يسع الوقت الآن للذكر. يقول لك في شركات تركز على مبدأ أنه كم المنتج جميل وفخم، يقول لك أوكي شيء جيد، ولكن مو هذا هو الأساس، لأنه أنت مو مندوب مبيعات. تذكر الهدف هو بناء الشبكات، فيقول لك ابحث عن شركة النيتورك ماركتينج التي تركز على التعليم وعلى نموك الشخصي. الشركة يلي برنامجها قائم على هالشيء هي الشركة الأنجح. واو، هنا تعرف انه انت بافضل شركة في العالم، هنا تعرف شو معنات انك في كيونت، هنا تعرف شو معنات انه انت في شركة يديرها اكبر مؤسسة تدريبية في العالم، مؤسسة الفي. لاحظوا اليوم من تدريب البيزك ما تبدأ بالشغل يلا تحضر 4 أيام تدريب، ومعظم التدريب قائم على تطويرك الشخصي والمؤتمرات والترينينجات. وشو يقول كمان؟ ابحث عن من يدير الشركة، هل هو شخص ناجح؟ هل هو شخص قائد؟ وما شاء الله داتو فيجي وبكل فخر هو صاحب شركة النيتورك ماركتينج الوحيد في العالم يلي هو ضمن قائمة فوربس وضمن مؤسسة دافوس لكبار رجال الأعمال بصفته صاحب شركة نيتورك ماركتينج. وأخيراً ابحث ضمن أي فريق أنت، وبكل فخر نحن ضمن فريق الفرسان، هذا الفريق يلي هو الفريق رقم 1 في العالم في كيونت وفي النيتورك ماركتينج ككل. الفرسان اليوم ليس مجرد شعار، اليوم الفرسان هو رسالة، اليوم النايتس هي إرث سيبقى حتى بعد وفاتنا، اليوم النايتس هو المبادئ التي سيسير عليها أجيال القادم القائمة على مبدأ تغيير حياة الناس للأفضل وإنقاذ البشرية. عندما يظلم العالم تشرق شمس كيونت وتشرق شمس الفرسان. والسلام عليكم وشكرا. شكرا جزيلا AVB جواد على المداخلة الرائعة جدا جدا والمعلومات القيمة بصراحة شديدة، يعني شيء بيدعو للإلهام، شيء بيعطي حماسة وطاقة بشكل علمي، كيف أنك أنت تدرك علمياً كيف أنت بالمكان الصح، كيف أنت قادر أنك إن شاء الله توصل لأحلامك. بصراحة من النقاط اللي أنا استفدتها من مداخلة AVP جواد، أهم شغلة هو مفهوم أنك أنت تكون منتمي. لما أنت تكون منتمي لمكان عارفان لوين حتوصل فيه. نحن كلياتنا منتمين لعوائل، منتمين لبلدان، منتمين لأمور معينة، في شيء له علاقة بإني أنا وين رح كون، وين حوصل. لما أكون أنا منتمي لفريق النايتس فهذا شيء رائع جدا، أنا منتمي لمجموعة من الحالمين، أنا منتمي لمجموعة من الناس الطموحين اللي عندهم شغف وعندهم رسالة وعندهم رؤية وخير لكل البلدان بالعالم ولكل الناس في الكرة الأرضية. فموضوع الانتماء شيء جدا جدا مهم. وبدي أضيف شغلة كمان، أدي حكى AVP جواد عن موضوع أنه أهم شيء أنك أنت تكون ضمن شركة تبني شبكة
وتدرب وتعلم صح. أنا بدي أحكي لكم نقطة، بالرغم من وجود كل هالميزات الرائعة بكيونت،